الكونسلتاسيون تاعي اسمها طومبي سيكسوا تغريت بالعربي الضربه اللي ما طقتكش في الطويل هنايا الهدية تاع كتاب صغير كتبته عام 2011 ريجيم اكستيماميتي شوية دونك او مارتير aux amoureux de la liberté, à mon père, l'homme de ma vie, à ma mère qui m'a mise au monde deux fois, bah, par le cul comme un lèche, à mon frère parce qu'il est dans ma vie, à Leïla et Abdullah, ceux qui ont partagé ma détresse pendant la révolution, aux blogueurs et cyberactivistes qui ont cru, qui ont agi, à mes amis, aux prisonniers d'opinion qui propissent dans les cellules des prisons des dictateurs fous, au peuple arabe qui se bat pour, bon, voir ta faute en printemps arabe, là, je... pour la liberté, je dirais, au peuple opprimé, où qu'il soit, à la paix, à la liberté, à la parole libre, et à ma maladie qui m'a beaucoup appris. Bon, on a donc ça, on a نقرا كنت مغرومه ياسر بالقرايه. مي ان سارتان مومون الاج دو 11 ans فقت بروحي عندي اون مالادي كرونيك اللي ما تبراش وبدلت لي حياتي. انا بنت الزهره بحر شيخات سيف كنا عايشين عاملين جو. كي انت الاج دو 11 ans تلقى روحك تودان كو مريض ما عادش تنجم تعمل حاجات اللي تعمل فيهم سبور باسكيت تنس ما عادش تنجم تعوم ما عادش تنجم تعمل حتى شيء تلقى الريجيم تاع الماكله تبدل 11 سنه كل ما عادش باش تاكل بيتزا ما عادش واحد صغير 11 ans ريجيم سونسير برشا دوايات كل يوم واحد بدلو يتبدل في عمر الادوليسونس بون نلقى روحي حياتي كلها تقلبت. مي قلت باش نعمل لازمني نعيش مع الحكايه هذه. تم وصلت حياتي قررت اني نعطي حياتي للقرايه وقتها ولتوسكي كولتور وليت في عود نخرج مع اصحابي نقعد نقرا كتب نتفرج في افلام. وعلاش قلت هذه غاسه ما مالتي لي انا اليوم لهنا خاطر بالحق التجربه هذيك فادتني وقتي ما ضاعش قعدت نقرا قعدت نقدم حتى لي وصلت للفاكولتي انا عامله باك سيونس مي ان سارتان مومون في الباك قلت اي بون عملت سيونس ما عينيش نحب بيسك نقرا برشا ونكتب برشا من صغري قلت لا باش نعمل حاجه ليتيرار دونك كتبت مش خاطر عملت باك سيونس لا باش نكمل في سيونس مشيت لفافريل الناس كنت تسمع بها وصلت حتى لين وصلت انا للسيستم للريجيم القديم معناها السيفي ميتريز مش سيستم جديد ال ام بي فوالا دونك كل شيء مشي لاباس ديما ماجور دو بروموسيون عملت السيفي سي حكاية اخرى هذايا تصويرتي انا مريضه دونك عملت السيفي جي بيردو كلاوي زوز في السمستر الثاني معناها قبل التغيير دي زمان شوية نلقى روحي راكبة في دون مش بعيد عن الفاميلي بروش أمريكا خطوة على الفاكولتي والسبيتار بحر بعضها الطب قالوا لي راهو سي سيريو راهو ما لازمكش تلعب بروحك لازم تشد فرش سبيتار ما تحرجش مي انا شديت صحيح قلت لازمني نقرا لازم نكمل السمستر اللي بقى لي مش باش نخليه لا كونترول لا باش نعاود لا حتى شيء اي دونك عديت لي زيكزام تاع الميموار نتاعي خدمته في فرش سبيتار على اورديناتور بورتابل عاوني برشا الاساتذه نتاعي وقفوا معايا كيلكو زيتيزون مي اون ميم تون فما شكون زارب قال اي ارتحنا منها باش ناخذ بلاصتها ما عادش الاولى الكلمه هذيك اللي وصلتني في السبيتار هي خليتني نشد ونقول لا لازم نكمل اي دونك كنت نخرج السبيتار مش نعدي لازم زمان نذكر بابا معناها الطب حطنا عليه ياخذ قدام السال دي زمان تيحش خاطر كلاوي ما بديتش نعمل في الدياليز كلاوي واقفين وتعديت له مرة كده
Bon, il y a des résultats qui sont majeurs de promotion. Mais entre-temps, En même temps, كيف ديابيتيك ما ينجمش يعطيك له. أمي كي سمعت قالت أنا جبتها كيفاش تمشي تعمل لي زاناليز من غير ما تقولوا لي، مشيت عملت لي زاناليز، أوروزمون طلعت كومباتيبل. دونك أون أوتر شونس حياة أخرى. خلينا نحكي لكم على لحظة عشتها مع عمري ما ننساها. عملنا العملية لـ 14 فيفري 2007 نهار عيد الحب. خلنا نتذكر الإيماج داخلين نزوز على دي برانكار بعد بونجو كل شيء بعد فقط العشية نلقى بابا ورا بالله رينا في مستعد يعني استيريليزي وكل شيء عمل لي سيني بتاع الفيكتوار أول حاجة حسيتها اللي أنا رجعت نتنفس لورما خاطر البريود في الدياليز الكل ما كنتش نتنفس بالحق وبدأت مرحلة جديدة من حياتي دونك رجعت نعمل سبور عملنا une équipe nationale transplantée d'organes. Walid, on a à l'échelle internationale, format de les Jeux mondiaux par les transplantés d'organes. Donc, elle a fait Australie. Elle a 6 mois après l'opération, j'ai appris le sport. Je trouve mon importance est un don d'organes. Malheureusement, je suis tous les jours, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. En même temps, je dis que le bloc était avec le. Période de vie avant, en 2007. Le blog de terre qui dit que vous dites marqué à la hagette, mais je sais que le cirque, le jour, maintenant, je suis en train de faire un caïs, je suis en train de faire un caïs, je suis en train de faire un film, je suis en train de faire un حتّى لين نلقى روحي بالسياسة دخلت نحكي على حقوق الإنسان وكل خاطر اكتشفت اللي فما مدونين آخرين يتقاسموا معايا برشا آراء ويكتبوا مش خايفين، خليني نقول اللي أنا ما جيتش نحكي على حقوق الإنسان وعلى السياسة هكاك، أنا بابا سجين سياسي سابق عدى 7 سنين من حياته في الحبس، من المؤسسين نتاع أمنيستي للسكسيون التونيزيان وكل شيء اللي كانت ممنوعة في تونس، دونك برشا اجتماعات ممنوعة كانت تصير في الدار وكنت نسمع برشا حاجات على اللي صاير في تونس. En plus, je suis très heureux de tous les femmes qui ont fait des choses 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 qui ont fait des actions. La première action pour moi, c'est de faire des choses qui ont fait des choses qui ont fait دونك صححت الورقة أنا ومسلم أعمامه وياسين عيار الوزارة الداخلية، هما توقفوا قبل المظاهرة الليلة ولي زون فرسي باش عملوا
لي فيديو قالوا فماش مظاهره. انا دخل البوليس السياسي للدار في غيابنا، خلعوا الدار صرفوا لي تسكيل، نستعمل البلوكينغ الكل، لي زورتيناتور، المصورات، خلعوا حتى شيء. وبعد جيت الليالات الاولى انا كنت متواجده في تونس، هذيا اول مظاهره صارت مع 25 ديسمبر 2010، محمد علي. هذيا بون جزيره صورت على اساس فيها الاف، كنا 250 تقريبا معركه، اما بالحق صارت فما برشا ناس ضربت. البريود الاولى هذيك الكل حبيت نمشي لسيدي الوزير، ما عنديش لي مويان، وقتها نخدم وما نخلصش، نقري في الفاكولتي وشهريتي ما نمشيش، برا لا وجع عليش، دونك ما نجمتش حتى نمشي. قعدت نواكب شنو صاير في تونس، هذايا 27 ديسمبر، نهارين بعد النومبر بدا يكبر، الناس بدات تفهم فما حاجة. بعد نجم دبرت راسي، دونك هبطت للقصرين وسيدي بوزير غادي. مشيت للسبيطار في القصرين في سيدي بوزير في الغيب، صورت شويه مظاهرات، هذايا شديد بتاع الثوره، دخلت للدار صورت. نهارتها زاد من الايامات ما نجمش نسيان، خاطر انا ما نجمش نصور المرعش، اول مره باش نصور كمان الإنسان ليت ومضروب بالكرتوت وكل شيء. أمه قالت لي ما ترعشش ما تبكيش، صور وري للعالم الكل، وهي عطتني برشا كوراج، خاطر كان مش هي ما نجمش ناخذ تصويرة كيف هذيك. حتى هنا جا النهار هذا اللي تعرفوه لو 14، أنا وقتها رجعت لتونس كملت نصور في الأحياء الشعبية الكبيرة، خاطر صاروا فيها زادة هي اشتباكات كبيرة وكل، صورت وصورت زادة ناس ماتت وكل. أما زادة فما حاجة أخرى، وأنا في الرقاب كلمني بابا يسمع في الكرتوش وكل شيء، أمي خزرت له وقالت له خليها تعمل شنية هي تمن بيه، ماهيش خير من الناس اللي قاعدة تموتها. وبابا يبكي وأمي هي اللي واقفة تقول له خليها وما تقولهاش ترجع. دونك هذي لو 14. وبعد هذا اول نهار تحت تصوير بن علي من غادي، الجيش في الكيس، وانا فرحانه وقتها الابتسام. بعد ما مشى بن علي كملت هاني في الشارع، نعدي وقتي بون صحيح في الشارع مظاهرات، سورتو نخرج على قضايا تهم حقوق الانسان وحريات، خاطر برشا ناس نسمعهم اليوم يقولوا شنو عملوا بها الحريه، شنو عملنا بها الحريه. كان ما تبدلتش الامور وكان ما نجموش نتكلموا اليوم، رانا مانيش قاعدين هنا نسمعوا في بعضنا. الحريه اوموا اليوم كي تبدا فما حاجه مش لاباس نجموا نقولوا ماهيش لاباس، ونجموا نعملوا ضغط باش نبدلوا حاجات. لازمنا نصبروا شويه، راهي الامور ما تبدلش في ساعه، راهو عندنا ارث ثقيل متاع، أنا نقول زوز ديكتاتوريات مش واحدة بركة، متاع نظام تعليمي تضرب، متاع ثقافة ضربت، دونك لازمنا نصبروا نقرأوا تاريخ الثورات سامحني في العالم، ونفهموا لي احنا قاعدين نقدموا بشوية بشوية، فما برشا حاجات قاعدة تبدل يمكن ما نشوفوش اليوم، يمكن الأجيال الجاية باش تشوفوا، أما ميسالش خلينا نصبروا من بعضنا ونحاولوا احنا نبدلوا. وبعد الترشيح لجائزة نوبل للسلام اللي هي كانت لي كوشمار غينا، خطر من وقتها بدات لي برشا مشاكل في تونس، من وقتها بدا السبان، بدا التهديد، بدا بالحق الناس تفرح، الناس قالوا انا رشحت روحي على لوكو ان بري نوبل يرشحوك ما ترشحش روحك، سمعت كل العباد الكل. وصلت ناس كتبت للكوميتي نتاع البري نوبل قالوا لهم تعطيوها الجائزة نقتلوها، معناها أبار القلق في الدار والتليفونات والناس اللي تجي للدار. جمعة بعد ما مات الشهيد محمد البراهمي قاعدة في الدار على روحي، جات فرقة أمنية قالوا لي احنا حمايتك. شنو انتم حمايتك؟ ما فهمتش انا القصة معناها. دونك فسروا لي اللي انا مهددة، اللي شدوا جماعة بحذا الدار معناها كانوا باش يقتلوني سيشدهم في آخر لحظة. وقتها احنا في الزهره فما سمير بالطيب زاد خدموا علينا الناس الكل.
ما حبيتش انا ما قبلتهاش الحكايه حياتي كل نحارب على الحريه باش نلقى روحي بليش حريتي حريتي مسلوبه بالنسبه ليا سورتو انا نحكي برشا على التورتور وعلى لي فيولونس بوليسيير قابلت وزير الداخليه قال لي ما عندكش حتى اختيار ولليوم الجماعه معناها مازالوا معايا بون اليوم هربت انا ما نعرفش هربت ولا خاطر سالوا عليه رغم هذا كل معناها هما قالوا لي تنجم تعمل اللي تحب ضرتني شويه في خدمتي كبلوغوز خاطر كي تمشي باش تصور مع عبد ويرى معاك الامن ما عادش باش يحكي سبونتانيمو خاصه كي باش تحكي على تعذيب وعنف بوليسي وكل شيء دونك قعدت نخدم على الحكايه هذيك او ميم طون قررت اني نتعدى لحاجات اخرى اللي هي الخدمه سور تيغان دونك باش نحكي لكم على كيلكوز اكسيون نعمل فيهم هذه الانيشيتيف اللي توا قاعده نخدم عليها عندي اكثر من عام بشويه سي نعمل في كوليكت نتاع كتب باش نعمل دي بيبليوتيك في الحبوسات نعرفوا لليوم الحبوسات اغلب الناس اللي موجوده فيهم ديجا عزتلة بون على السرقه زيد والقتل مي الاحصائيات تثبت اللي الشباب اللي موجود عزتلة هو العدد الاكبر وهذوما الشباب يوليو سيبل للتيروريست اللي موجودين في الحبس انا قلت خلي نبدا بشويه بشويه لاكسيون بتاعي في مرحله اولى قاعده نعمل في دي بيبليوتيك استعملت كبلوغوز لي ريزو سوسيو دونك عملت ان سامبل ابيل سور فيسبوك تفاعلوا معاه الناس الكل توا لمينا اكثر من 30 الف كتاب فرقنا ديجا وزعنا برشا سجون تونس الكبرى والاصلاحيات كل سايي خذاو الكتب سجون الجنوب وسيدي بوزيد والقاسرين سايي جمعتين الجايين باش نمشيو للشمال الغربي دونك مازلت متواصله بالطبيعه معايا بابا اللي هو عاوني برشا في الحكايه هذه بحكم انه سجين سياسي سابق شفت كتبه اللي مطبوعين بطابع الحبس وكنت من الصغر نتسائل شنيا الحكايه واثرت فيا برشا معناها الناس وصلت تعمل اضرابات جوع باش تقرا زاد عندنا حاجه اخرى هنا عروض الافلام في السجون دونك هذاك سجن المساعدين هند صبري محمد علي بن جمعه نهزوا يصيروا دي ديبا مش تفرج في فيلم هكاها انا لاكسيون نحب نمشي بها للبعيد معناها نحب نلقى ناس تعاوني باش نعملوا دي زاتولي نتاع كتيبه نتاع ليكتور كوليكتيف بالحق نتمنى نوصل نخرج كتاب كتابات المساجين خاطر كل ما نمشي نقابل شباب اللي يقرا لك شعر اللي يحكي لك حكايه اللي يقرا لك نص كتبه معناها علاش يقعدوا ضايعين هكاك ويمشيوا لاتجاهات اخرى بالنسبه لي كما قلت المسار ثوري بون برشا الناس ما عادش يحبوها الكلمه انا نؤمن بها مازال متواصل في تونس كما قلت هو مد وجزر احنا اليوم لازمنا بالحق احنا نخمموا احنا نعملوا ما نستناو حتى حد باش يعمل اكسيون صغيره تنجم تبدل برشا حاجات ديجا كي ما تلوحش كاغت في الشارع تنجم تبدل برشا حاجات مشكله نخزر العبد نقول له ما تلوحش يقول لي هاي الناس الكل تلوح ابدا بروحك بالحق احنا اللي لازمنا نبدلوا من رواحنا اليوم نحكيوا برشا على الفساد اما الفساد يظهر لي الفساد فينا احنا نجمون جو في اوسي بارتي من الكوليكتيف بالتونسي مش بالتونسي مانيش مسامح بالنسبه لي الفساد في تونس مشكله كبيره اما للاسف ولينا كل مساهمين فيه خاطر كان في طبقه معينه اليوم الناس الكل ولات اللي نجم يدبر راسه في حويجه يدبر دونك خلينا احنا نكونوا شونجمون وما تستناو حتى حد وراو حتى فرد واحد ما تستنيش تقول لازم جمعيه ابدا انت بشويه بشويه انت اعمل مش حتى تعمل جمعيه ابدا دي بتيت اكسيون ابدا بتصرفك كل يوم وبعد تنجم تعمل جمعيه وتنجم تبدل برشا حاجات ولا تدخل في جمعيه دونك خلينا احنا نكونوا شونجمون وكل واحد لازم يمن بروحه صحيح تجينا يجينا برشا شوك وكاكتوس واللي تحب انت مي بالحق ما تخليوش حاجه حتى شيء يوقفكم واحلموا سورتو احلموا تخليو حتى حد يقف قدام الحلم تاعك واحد يجبرك باش تعمل حاجه قول له ليه انا نجم نختار الروحي بالحق اختاروا لرواحكم واعملوا ما تستنيو حتى حد فوالا